السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهذا الفيديو جبت لكم فيه قفاز ناس تشكيله جديده، وغادي نبداو باول قفطان مغربي في اللون الاسود اللي مطروز بالطرز الرباطي ومدخلين معاه اللون في الغوزانديا وغوز بارد في الخطفه، ومدخلين الخضر وكذلك الدوغي، ومخيط اللون في اللون يعني الاسود في الاسود. وبالنسبه للحزامه هي جايه من نفس اللون ديال نفس الثوب ديال القفطان، وفيها داك بحال زواقه مخدومه بالحرير برون جايه هكا في الوسط، مدخلين معها اللون هي ديال الالوان اللي داخلين في الطرز. نتمنى يعجبكم هذا الشكل. وكاين الشكل الثاني اللي هو في اللون بلو جين كما كيقولوا له، مدخلين معاه اللون في البرونز والصفر، داخلين غير جوج الوان برونز وصفر، داخلين جوج الوان لون البرونز والصفر ومخدوم بزواق المعلم. هنايا ثالث قفطان في لون الكرونو، ومدخلين معاه اللون الشيبي في الباندا اللي راها درجة موضة هاد العام ديال القطيفة، ومطروز بالطرز في البرونز عفوا الدوغي كما كتشوفوا. جاية الطرزة هابطة سنتتال لتحت، وجاية هنا في نيشان وفي الجناب كما كنوريكم هنايا في الفيديو. هي هنا جاية في اليد وجاية الباندا هذه في الشيبي كما كتشوفوا، موضي زويونة. هنا جاية رشمة في الجناب، زواقة زويونة، وجا الكرونة مع الشيبي رائع. هنا بالنسبة للقفطان الرابع في لون الشيبي، ومطروز بالطرز الرباطي كذلك، وجمع يعني بعض الألوان في البرونز الأبيض الدوغي في الصقلي، ومدخلين يعني الغزان ديال بياض الأزرق، يعني دايرين ميلونج في الألوان كما كتشوفوا. بالنسبة للحزامة هي مطروزة هي بالطرز جاية هكا كما كتشوفوا، هنايا جاي الطرز في الجناب وفي الظهر. وهنايا كاين هاد القفطان حتى هو هذا فيه الفوقاني والتحتاني بتوب الكريب، يعني كاع هاد القفطات اللي فاتوا فيهم توب الكريب، وهذا فيه كي التحتانيه كريب وكي الفوقانيه كريب، وهذا مطروز بالكمبيوتر ماشي الطرز الرباطي كما كتشوفوا هنايا في زويقة، مدخلين معاه البرونز والبيض هو كذلك والشيبي والغوزانديا. وفيها كما كتشوفوا هنا في الحزامة هي برونز، ومدخلين معاه حجرات في اللون ديال الطرز. آخر قفطان هو هذا جاي بحال صالوبيت في الأزرق، لون الأزرق مخدوم بتوب الساتان، وكما كتشوفوا هنايا فيه هنايا في جنيبات العقايد في السروال، وعندو هذا الكاب ديالو اللي كنلبسو دابا، ومطروز بالطرز الرباطي. بالنسبه للثوب ديال الكاب راه ثوب قطيفه كما كتشوفوا هنايا، وهنا مطروز هكا بالطرز الرباطي في هذيك الزواقه جايه هكا، يعني اللي بغى يلبسو مع الكاب واللي ما بغاش الكاب يلبس الصالوبيت بوحدو. نتمنى يعجبكم التشكيله، ونتمنى تعجبكم التشكيله جديده والموديلات جداد اللي حطيت لكم من الموديلات ديالي، واللي عجبته شي حاجه يتواصل معنا.